روان، ما رد فعل حملتي ترامب وهاريس بشأن المناظرة الرئاسية بعد كل ما شهدناه من ردود رسمية وغير رسمية بالأمس؟ ليال، حملة ترامب تحاول لملمة الظهور الضعيف له أمام حملة هاريس، فتحاول هاريس استغلال زخم أدائها بالمناظرة، هذا بالطبع وفق شبكة CNN. من جانب، حاولت حملة ترامب إعلان النصر حتى قبل نهاية المناظرة، حيث زعم مستشار ترامب أن أدائه كان رائعاً وأنه طرح رؤية جريئة لأمريكا، فيما انتقلت حملة ترامب كالمعتاد لمهاجمة هاريس، وقالت أن رؤيتها للبلاد تذكير مظلم بالسياسات الحكومية القمعية الكبيرة لبايدن حسب وصفهم. وسعى ترامب على الفور لتحويل المناظرة ضد هاريس، وقال أنها تريد القيام بمناظرة أخرى لأنها تعرضت للضرب في الأخيرة. بالمقابل، دعت حملة هاريس لمناظرة أخرى بعد لحظات من انتهاء تلك المناظرة، مستغلين الزخم الذي تلقته هاريس بعد ظهورها الذي وصفه البعض بالقوي. وبدأ فريقها يروج إلى أن هاريس أظهرت سيطرة قوية على القضايا وأنها سلمت الرسائل التي كانت تأمل في توصيلها ونجحت في التغلب على ترامب. وكذلك هاجم حلفاء هاريس منافسها الجمهوري عبر تعزيز النبرة الساخرة منه، ووصفه بعض الديمقراطيين بأنه تباطأ عقليا وشبهوه بجهاز معطل.